إخوة في العيد. في قرية من القرى كان لرجل ثلاثة أطفال، هم مروان وعثمان وغزلان. وعندما اقترب العيد قال الأب لأبنائه: ماذا يريد كل واحد منكم أن أشتري له في العيد؟ قالت غزلان: أريد دمية. وقال مروان: أريد كرة. وقال عثمان: أريد آلة حاسبة. قال الأب: جميل هذا، ولكني لا أستطيع الآن أن أرضيكم جميعا، ولذا سأشتري لصغراكم غزلان دمية. أفاقت غزلان من نومها فوجدت الدمية قرب وسادتها، فرحت بها، ولكنها تذكرت أن أخاها مروان يريد كرة، فقصدت دكان القرية وأخذت الكرة عوض الدمية. استيقظ مروان فوجد إلى جانبه الكرة، ارتاح وفرح بها كثيرا، غير أنه تذكر أن عثمان يريد آلة حاسبة، فأسرع إلى الدكان وأخذ الآلة الحاسبة بدل الكرة. تعجب صاحب الدكان وأخبر الأب بأمر استبدال أطفاله للعب. سكت الأب قليلا ثم قال: لا بأس، أعطني الدمية والكرة وهاك ثمنهما. عاد الأب إلى البيت مرتاحا مسرورا، يحمل الدمية والكرة وملابس جديدة مكافأة لأبنائه، لأن كل واحد منهم فضل أخاه.